أولى فقرتنا لليوم رح نحكي فيها عن مراحل الحمل، لأنه هي مرحلة الحمل هي مرحلة حساسة وبدها عناية خاصة لحتى تمر بسلامة عند كل امرأة حامل، وهي المرحلة اللي بتشهد العديد من التغيرات النفسية والهرمونية. واليوم رح نحكي عن أحد هي المشاكل وهي اضطرابات الغدة الدرقية مع الدكتور الغالي زياد زودي، أخصائي واستشاري عفوا بأمراض غدد الصم ومرض السكري. صباح الخير دكتور. يسعد صباحك. يسعد صباحك بعد زمان. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يعني مرحله الحمل اساسا هي مرحله مليئه بالاضطرابات على المراه وتغيرات فيزيولوجيه كثير كبيره. خلينا نحكي عن اضطراب الغده الدرقيه، نعرف شوي شو هو للمشاهدين. هلا الغده الدرقيه موجوده باسفل العنق هون عند كل شخص، ووجودها ضروري وعملها الفيزيولوجي كثير مهم لكل شخص. هلا نحن بنقول الحامل لازم تعمل تي اس اتش قبل الحمل، يعني تحليل الغده الدرقيه ضروري نتحرى عنه حتى بالايام الاولى بعد الولاده، يعني من عند الوليد بالايام الاولى، الايام العشره الاولى من قبل يعني ما يطلع من المشفى. بكل مشافي العالم ما بيعطوا شهادة الولادة للأم أو للأهل إلا إذا عملوا تي اس اتش وتحروا إنه عمل الغدة الدرقية صحيح، لأنه قصور الغدة الدرقية موجود كل 1000 طفل بيولد في طفل معه قصور غدة درقية من وقت ما بيولد. وإذا ما صلحنا الخلل باكرا ما أمكن بالأيام الأولى دغري، رح يصير عنده عقابيل بالمستقبل رح تضل موجودة مدى الحياة وما بتتصلح. بتمنى من كل مشاهدينا على الإخبارية شو ما كان عمر ابنهم، إذا ما عملوا له تي اس اتش يعملوا له تي اس اتش. هي أول شغلة. عم تسأليني مشان الحامل، يفضل كنا عم نقول قبل الحمل أفضل نتحرى إنه إذا في عنا خلل ما بصير الخصوبة ما بتكون كما يجب، وبالتالي الحمل ما بيمر بسلام. إذا في عنا قصور بالغدة الدرقية أو فرط نشاط بالغدة الدرقية لازم يتعالج قبل الحمل، ما ننتظر حتى يصير في حمله. هلا صار الحمل بدنا وقتها نعمل تحليل اذا كان في عندنا خلل كل شهر اثناء 9 اشهر. يعني ما بدنا اذا ما عنده شيء الحامل بالغده الدرقيه اوكي، اذا عنده خلل لازم نتحرى عن التي اس اتش مره شهريا اثناء الحمل. نعم دكتور، قبل ما نغوص ب يمكن معلومات كثيره لازم تتوضح للناس، نحن عم نلاقي فجاه الصبيه عم تعمل اي تحاليل بيطلع معها بتحليل التي اس اتش هي قصور او فرط بالغده الدرقيه، مع العلم انه يمكن القصور هو كثير بيشبه حالات التعب بالجسم، نقص فيتامين د، بيشبه شوي بعض، فنحن بنهمل هذا الشيء. خلينا نحكي كيف بنحس بهذا القصور، كيف نحن شو هي العوامل يلي بتقول انه لا لازم نحن نشيك على الغده. هلا هو عالميا ليا صارت وقت بنعمل اي تشيك اب بنعمل تي اس اتش من ضمن التحاليل، هي شغله مهمه لانه اعراض قصور الغده الدرقيه غالبا هي بطيئه وبالتالي ما بنحس كثير. هلا نحن بنقول هو شائع اكثر عند النساء اكثر من الرجال، من كل 10 حالات 9 هن نساء وواحد هو رجل. اذا عم في اضطراب بالدوره الشهريه، اذا في تعب، اذا في تساقط بالشعر، اذا في امساك، إذا في برودة بالجسم، عم نحس إنه كل الناس هن مانهم بردانين ونحن بردانين، هي كلها علامات بتقلنا إنه عم يصير في زيادة بالوزن بشكل غير مفسر، هي كلها علامات بتوجهنا إنه في احتمال يكون في قصور. تمام، عم نقول في تعب، في بدنا نعمل تي اس اتش، يعني هذا تحليل ضروري نساويه عند كل حدا بيحس إنه في أعراض ما عم بيفهم شو السبب. ما في عمر محدد، ما في وقت محدد، ما في الحقيقه ما في عمر محدد، بس بنشوفه نحن بكل الاعمار، بس بنركز كثير عند الصغار، لانه اذا مثلا اي حدا ما عم يطول بشكل كافي بجيبوا لنا كثير الاهل انه اولادهم ما عم يطولوا، بنعمل تي اس اتش بنلاقي في قصور بالغده الدرقيه، مجرد ما صلحناه بيتحسن الطول، لانه هو الدينامو تبع الجسم هرمون الغده، اذا ما كان في عندنا افراز فيزيولوجي سوي رح يصير عندنا مشاكل كثير كبيره. طيب خلينا نحكي عن هي المشاكل، اذا المراه الحامل تعاني من قصور
بالغدة الدرقية، شو الآثار فينا نقول الصحية السلبية على الجنين خلال فترة الحمل؟ أول شيء حسب درجة القصور، كل ما كان القصور أعمق وأكبر كل ما كانت المشاكل أكبر. إذا نحن في عنا بدنا نعرف شو أسباب قصور الغدة الدرقية. عنا شخص عالم ياباني اسمه هاشيموتو، هو أول واحد اكتشف قصور الغدة الدرقية من منشأ مناعي. يعني بنعمل نحن الأضادات تبع الغدة الدرقية ملايون مرتفعين، احنا الانتي تي بي او والانتي تيروغلوبولين ملايون عاليين او الاغلب هو الانتي تي بي او. اذا في عنا ارتفاع بالاضادات بصير في اسقاطات متكررة، يعني اي سيدة عم بصير عندها اسقاطات متكررة لازم تعمل تحليل الانتي تي بي او، وقتها هون بدنا نعطي علاج بالكورتيزونات وبالاسبرين بعيارات خفيفة لحتى ما يصير، خاصة بالاشهر الثلاثة الاولى حتى ما يصير في اسقاطات. هلا اذا كان الحمل مشي وفي عندنا قصور بنخاف يصير تشوهات عند الجنين، يعني هي اكثر المشاكل اللي ممكن تصير. بقى لازم نحن الحقيقه نتحرى عن تي اس اتش قبل الحمل واثناء الحمل اذا في عندنا كان في خلل قبل الحمل. تمام ونعالج. دكتور خلينا بالقصور والحمل، نحن يعني اخذنا الدواء وصار في حمل، هون الدواء بصير نضل عم ناخده هو نفس الجرعة طيلة فترة الحمل، كيف بدها تكون المراقبة؟ نسب الجرعات هل هي يمكن بدها تزيد؟ هل بدها تنقص؟ وإذا مرق الحمل بمرور الكرام مع الدواء أو بلا دواء رح ينعدى البيبي 100%؟ هلا أول شيء الدواء هو نفسه بتفرزه الغدة. أوكي. يعني هي كمان كتير شغلة مهمة، ما بصير الحامل توقف دواء الغدة، إنه في كتير اعتقادات خاطئة أو شائعة لازم توقف كل الأدوية أثناء الحمل، بس هذا ما هو دواء. يعني حبة الأسبرين هي دواء، حبة السيتامول هي دواء، حتى الفيتامين هو دواء. بس هون نفسه مو 99% هو 100% بتفرزه الغدة الدرقية، عشان هيك مفروض نحنا نستمر بأخده. هلأ الجرعة بتختلف، إذا في وحام، في قيئات متكررة، في نزول بالوزن، في احتمال نحتاج لتخفيض الجرعة. هلأ بالعكس إذا كان في عنا زيادة بالوزن وأمورنا كما يجب، مشان هيك نحن لازم نعمل تي اس اتش كل شهر أثناء 9 أشهر الحمل، وبالتالي بتعدل العيار بال يعني باتفاق مع طبيب الغدد، بتراجع طبيب الغدد وبيعدل بالعيارات زيادة أو نقصان. هلا السؤال اللي سألتيني إياه إنه هو بينعدى، هلا هو ما في عدوى لأنه هو بينعدى، هو بيتأثر عفوا. تماما بيتأثر. هلا نحن من كل 1000 طفل في طفل بيولد معه اكيد ما له جريب هو ولا تمام هسه ما يصير في عدوى، بس نحن كثير مهم نتحرى. يعني هي لهلا ما عم توصل المعلومه للعالم انه يا عم يعملوا تي اس اتش بالايام العشره الاولى من حياه الوليد. بفرنسا ما بيخرجوا الطفل من المشفى الا اذا عمل تي اس اتش. لهون ما قالوا لي، ما قال لي الدكتور، ما يعني هي ما قالوا لي، وفي كثير ولادات عم تصير بالبيوت لسه على القابله والدايه وهي ما بيعملوا تي اس اتش، بيجيبوا لنا اياه بعد اشهر. عنده اوقات شكله مثل شكل المنغولي، لسانه كبير، عيونه، لانه عنده صار يعني صار الخلايا الدماغ ما انا عم تشتغل بشكل سوي، لانه ما عنده هرمون الغده الدرقيه. ونحن بنصلح من وقت ما بنشوفه للطفل وما بعد، بس يلي راح راح. هذا اللي كنت اسالك عنه، يعني اذا اكتشفنا انه الطفل عنده قصور بالغده الدرقيه وبالاشهر الاولى قديش ممكن تكون في عمليه معالجه صحيه سليمه يعني نور. ولا بنخسر يعني بالوقت؟ بنخسر كل شيء راح علينا خسرناه. ويا انا يعني يوميا انا واحد من يعني من الاطباء اللي بنشوف بشكل يومي حاملين اطباره هيك سمكه الاهل وجايين وعاملين مرنان وعاملين ما عاملين تي اس اتش. نعمل تي اس اتش ملاقي عنده قصور، والقصور من وقت ما ولد الطفل. هلا صلحنا وقفنا الخلل من هلا، بس اللي راح راح وما عاد يتصلح. شو بيأثر على الطفل النقص اذا فينا نقول بالاشهر الاولى؟ يعني شو اللي بيخسر الطفل خلال هاي الاشهر؟ نحن تطور الروحي الحركي للطفل من وقت ما بيولد عم بيتحسن، عم بيتطور بشكل سوي. ما عنده هرمون الغده الدرقيه ما راح يتطور، يعني راح يضل مأثر عن رفقاته بكل شيء. ما راح يتحرك بشكل منيح، ما راح يرفع راسه، ما راح يمشي، ما راح يكون عنده الذكاء مثل ذكاء اي طفل ثاني. هي شغله كثير مهمه. صحيح. بقى بنتمنى من كل مشاهدينا انه توصل الرساله انه اعملوا تي اس اتش لاولادكم. اهم من تحليل الفيتامين د
يلي مكلف اكثر بكثير. تمام دكتور، خلينا نحكي عن الحاله يلي بتكون فيها الغده طبيعيه، بعدين بتكون بتزيد نشاطها ضمن التحاليل عم بحكي باشهر قليله، بعدين بيصير في قصور، يعني طبيعيه فرط زائد بشهور قليله بيصير في قصور. خلينا نحكي شو هي الاسباب. عم نشوف انه دائما عم يعلقوا هذا الشيء الاطباء، ان كان وان كان اي حدا عم تصير معه، على الحاله النفسيه. هل هي صحيح لها علاقه بالحاله النفسيه؟ ما بعتقد. الحاله النفسيه مو هي، يعني فيك عندنا كثير مشاكل، بيقولوا السكري صار على زعل، صار على خوف، صار على رعبه، هذا ما له اي اساس من الصحه. كان كل السوريين صار معهم، لانه كل السوريين نحن من 11 سنه يعني بنمر بظروف صعبه، ما حدا الا يعني رعبات، يعني تماما الرعبات. الزعل والخوف ما بيساوي لا سكر ولا بيساوي ضغط، هو النقطه بتخلي الكاسه تطف، بس اكيد مو النقطه. يعني اذا الكاسه ما انا مليانه قد ما نحن ما بنتمنى لحدا يزعل، ما بنتمنى لحدا يخاف، بس لا الخوف ولا الزعل بساوي لا مشاكل بالغده ولا مشاكل سكري ولا مشاكل ضغط. اما تفاوت ليش؟ طبعا هي بتكون النقطه اللي او الشيء اللي كسرت ظهر البعير. يعني هي الشغله الاضافيه، بس اكيد مو هالنقطه هي السبب. نحن في عنا مشاكل بالغده بتصير، مثلا التهاب الغده الدرقيه بنشوفها كثير، وخاصه بهالفصل فصل الشتاء، وجع هون بينتقل لأسفل الأذنين، حرارة بالليل، بردية، الوجع لا يحتمل، هذا التهاب بالغدة، بس التهاب غير جرثومي، يعني ما بده صادات حيوية. أنا بروح لعند الصيدلي باخذ أوغمانتين، باخذ سيفالوسبورين، أول صادات الحيوية اللي بتقتل الفلورا المعوية يلي بتحمينا. يعني تناول الصادات الحيوية ببلادنا شغله، وجعني راسي اخذت حبه اوغمانتين. اول شيء الحبه ما راح غير تاذي، ما راح تفيد، وشغله ثانيه تحمل مقاومه لعمل هالصادات الحيويه، بصير عندنا بعدين مناعه ما عاد نستفاد لا النا ولا اذا انعدى الشخص الثاني من اي ميكروب ما عاد يستفاد. هي الالتهاب اللي بده متابعه وما بده صادات حيويه. اوقات بعض حالات الالتهاب بس تطيب بصير في عندنا قصور بالغده الدرقيه بسبب الالتهاب. بسبب الالتهاب او تالي الالتهاب. نحن في عنا كمان اوقات ارتفاع بالاضدادات اللي حكينا عليها قبل شوي، يكون في عنا قصور بالغده الدرقيه، يمكن تحول القصور لفرط نشاط. في عنا حالات كان عندهم قصور بعد كم سنه صار عندهم. شو الفرق بين القصور وفرط الغده؟ يعني شو الاثار الصحيه؟ الاثار الصحيه مختلفه جدا، لانه القصور قلنا بصير تعب، بصير خمول، بصير فرط النشاط، بالعكس بصير في عنا زيادة بضربات القلب، بصير في رشفة، بصير في تعرق، بصير في نزول بالوزن. يعني عكس القصور تماما. بس الشائع هو القصور أكثر، صح؟ الشائع هو القصور أكثر، بس إنه أوقات ممكن. لأن إحنا بدنا نفرق بين القصور اللي تحول لفرط نشاط بدون دواء، أو هو عم تاخد السيدة كانت دواء للقصور وبعدين اضطرينا نوقف الدواء ولقينا في فرط نشاط، بصير نعطي الدواء العكسه. أوقات بيكون الدواء عم ناخذ الجرعه الاكثر من المناسبه. نحن بحاجه ل 100 ميكروغرام مثلا يوميا، عم ناخذ 150، صار عندنا فرط نشاط دوائي. هون بدنا نخفف من اجراءات الدواء، بدنا نفرق بين الحالتين، هل هو فعلا فرط نشاط حقيقي ولا هو ناجم عن تناول جرعه زائده من الدواء. هي كمان شغله مهمه. بس نحن في عندنا حالات من القصور تحول لفرط نشاط نتيجة أخذ جرعة غلط. ما بالضرورة، في وحدة منهم ليا هي بسبب جرعات زائدة، وفي منهم نفس الأضدادات الأنتي تي بي أو اللي بيكون عالي بيأثر، بدل ما يثبت عمل الغدة الدرقية بيزيد. بدل ما تكون داء هاشيموتو يلي هو في عنا ارتفاع بالأضدادات بيصير جريف ديزيز، داء جريف، وفي عنا ارتفاع بالأضدادات، بس هون في عنا تي اس اتش منخفض كتير، وفري تي 4 أو تي 4 الحر مرتفع. هذا مو بسبب اخذ الدواء بشكل كبير، سبب انه الاضدادات نفسها عملت عمل معاكس. الاليه مختلفه، الاضدادات هي الانتي تي بي او مرتفعه بالحالتين، بس هون عملت. طبعا عند الاطفال نفس الاعراض، يعني اذا قلنا يعني فرط في نشاط الغده الدرقيه كمان عند الاطفال نفس الاعراض فينا نقول؟ فرط نشاط الغده الدرقيه نور عند الاطفال نادر جدا، بنشوفه بس كثير نادر. قصور الغده هو اللي شائع، هو الاكثر شيء عند الاطفال. وانا بدي ركز كثير انه نعمل التي اس اتش عند اطفالنا،
يعني لانه هي بنشوفها بشكل يومي وبتمنى من وزاره الصحه تساعدنا بهالموضوع، بصير تعميم موجه لوزاره الصحه انه ما تعطوا شهاده ولاده باي مشفى صحيح لا خاص ولا عام بدون تي اس اتش، الا اذا الاهل عملوا تي اس اتش، بس يلي عم بيولدوا بالبيوت عند الدايات وعند الهي يعني بدنا نحن هن يساعدونا كمان يعني اجراء مثل هلا مثلا ما بيعملوا بدنا لقاح كورونا اذا في اي بدنا التي اس اتش، هذا مهم وزارة الصحة تساعدنا فيه يعني لانقاذ كثير من الاطفال من امراض كثيرة ومن مشاكل كثيرة. دكتور يعني خلينا نرجع للمرأة الحامل، هي اعراض قصور الغدة الدرقية عند المرأة الحامل نفس الشيء؟ يعني بنلاقي كثير في يعني طرقان بالقلب مثلا، اذا في اوقات بصير في وزمات، في وزمات بالاجرين، ضيق التنفس، يعني انا عم حكيك انه تماما عم يضيق نفسي، لانه فهدول العوامل هي نفسهم عند الحامل ممكن تكون موجوده. ممكن هي مثل ما قلنا ليا انه الحقيقه الصوره السريريه كثير كبيره، وخصوصا اذا عم يصير بشكل خفيف كل يوم عن يوم عم بيزيد، اذا عم نقوم مشنا مبجبج، امساك، تعب، خمول، تساقط بالشعر، كله هذا علامات بتقلنا. طب كيف فينا نحن نحمي حالنا ما يصير عندنا قصور؟ هلا خاصة البنات لأنه كثير في منتشرة كثير. نحن إذا كان نظامنا الغذائي متوازن وما عم يزيد وزننا بهيك بشكل، بنقدر نقول إنه كان في عندنا نظام صحي جيد بنقدر، بس ما في شيء يعني بدنا نعمل تي اس اتش، هذا ضروري بالإضافة لأنه يكون غذائنا صحي وبنشرب مي كثير، ما ندخن ولا نأرجل، كل هدول والراحه النفسيه دكتور معك هي اهم شيء. طيب الراحه الاقتصاديه والنفسيه هي اهم شيء، كله بيلعب دور. طيب دكتور خلينا نحكي قصور الغده الدرقيه عند المراه الحامل، مثل سكر الحمل فينا نقول بعد فتره الحمل ممكن تشفى منه ولا لا بيكون مستمر اذا اصيبت فيه خلال فتره الحمل؟ هلا حسب درجه القصور، نحن الحمل هو عبء اضافي على السيدة، السكري عند الحامل في منه ما بيروح بعد الولادة، في منه بيروح لأنه صحيح. بس غالبا السكري الحملي بيكون في استعداد وراثي، كمان العامل الوراثي بيلعب دور بقصور الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة. يعني إذا سألنا السيدة أو الآنسة قديش بيلعب دور الوراثي؟ العامل الوراثي مهم صحيح. قديش يعني إذا كان بالعيلة في حدا عنده مشكلة بالغدة معناتها نحن لازم يعني يكون في سبب إضافي نتحرى صحيح. عن عمل الغدة الدرقية أكثر. بس إنه يا هل ترى بعد الولادة بيروح القصور أو بيروح احتمال يروح احتمال لا، بس إحنا لازم نضل نتحرى يعني بعد الولادة عن الأرضاع الوالدي بعد الولادة الأم لابنها كمان كثير ضروري حتى تحميه من كثير مشاكل. نعم. يعني غير إنه تحميه من الإنتانات بسبب إنه عم تعطيه بفضل عم تعطيه هي الحليب يلي غني بالأضادات يلي، بس كمان بتحميه من أمور تانية. نعم دكتور خلينا هيك نحكي ونعطي النسب النورمال، الرقم النورمال للتي اس اتش أو للغدة الدرقية، والقصور قديش هو يعني هو هون بيكون بشكل خطر أو، وخلينا هيك بس نقول الأرقام وأيضا النشاط الغدة الدرقية، بس نعطي الأرقام تمام. الصحيحة لأنه يعني في عالم بيكون معه قصور على تحليله وما ما بتعرف. نحن تي اس اتش الطبيعي لكل إنسان هو أكثر من 0.5 وأقل من 2.5، هذا بشكل عام. هلا اذا كان اكثر بشوي اقل بشوي يعني، بس نحن خلينا هيك نحط بذهننا اكثر من نص واقل من 2.5، هذا الرقم يلي بنقبله ليكون الافراز سوي. هلا عند الولاده الوليد بنقبل يكون الرقم عند 5-6 ماشي الحال يعني، بس بعدين بدنا نتابع اذا عنده رقم قريب من الحدود العليا بدنا نتابعه بعد يعني اكثر من 5 هون فتنا مرحله الخطر عند الوليد الجديد. هو كل ما كان اعلى التي اس اتش كل ما كان الامور يعني ما منيحه لصالح الوليد، وكل ما صلحنا من خلال بيعطى نقطه نقطتين ثلاثه او مندق الحبه وبنعطيها بجرعه صغيره بنقدر بنحمي الوليد انه ما يصير عنده بالمستقبل مشاكل كبيره. يعني اذا ابننا مقصر بالدراسه مثلا نفكر انه بدل ما نعطيه الاوميجا والفيتامين دال
فكر نعمل له تي اس اتش تمام ويكون عنده قصور بالغده الدرقيه والارقام كمان عند السيدات العاديين اللي يعني هو الرقم هذا اللي بدنا اياه عند الانسان السوي حتى يكون طب اذا كان في زياده لا اذا كان انقص من 0.2 و0.5 كل ما نزل التي اس اتش اذا مسك طلع 0.01 هذا فرط فرط نشاط او انه التي اس اتش لحاله غير كافي، اذا طلع تي اس اتش نحن بنطلب التي اس اتش بالاول، اذا طلع ضمن الرقم اكثر من 0.5 واقل من 2.5 ما بنطلب تحليل متمم، اما اذا طلع اكثر من هالرقم اكثر من 2.5 كل ما علي اكثر كل ما بدلنا اكثر على وجود قصور بالغده الدرقيه، على الاغلب بدنا نطلب وقتها الفري تي 4، واذا طلع التي اس اتش 0.0 رقم بدنا نطلب وقتها الفري تي 4 ما بنعتمد بس على التي اس اتش لان بلكي كانت التي اس اتش 0.01 والفري تي 4 طبيعي هون مو عندنا فرط نشاط ويا ما حالات يا اوقات البعض بيطلب التي اس اتش بلاقي منخفض وانا في حامل رجعتني من فتره عندها تي اس اتش منخفض احداهن اعطتهم دواء انه عندك فرط نشاط انت عملنا الفري تي 4 طلع تحليل طبيعي معناتها ما عندها فرط نشاط يعني نحن بدنا نقوله انه انخفاض التي اس اتش لوحده لا يكفي يكون دليل لحتى نحن هو مؤشر بس بدنا نعمل تحليل متمم لحتى ياكد لنا انه في عندنا فرط نشاط او في عندنا قصور بالغده ونقطه كثير مهمه مثل ما قلت دكتور زياد انه هيدا التحليل كثير مهم للكبار والصغار والاطفال عند الولاده لانه العلاج مع بدايه المرحله بيكون كثير مهم ويمكن نحن بنقي كثير من المشاكل الصحيه ممكن يصاب فيها الطفل او الام. خلينا بالختام نصائح عامه لكل الناس ورساله مثل ما قلت بتحب توجهها مثل ما قلت لوزاره الصحه لكل المشافي اهميه القيام بهيدا التحليل لانه حتى عم تحكي عن المشاكل اللي بتصيب الاطفال هي عم نشوفها بالعشر سنوات الاخيره منتشره بشكل كثير كبير، يعني قصر القامه عم نحكي نحن صعوبه بالتعلم، هي بنسبه عاليه عند الاطفال موجوده، فاكيد كان في عندهم مشاكل بقصور الغده الدرقيه وما كان في احتمال انه يكون في تحليل بهيدا الوقت. قصور الغده الدرقيه مثل ما قلنا شائع وعند الوليد بنركز عليه كثير لانه مهم كثير ما بيتصلح. صحيح. ومثل ما قلنا التي اس اتش تحليل مانو مكلف فينا نعمله بالمشافي الدوله فينا يعني في اماكن مانو مو غالي التحليل اهم من تحليل الفيتامين د يعني فيتامين د على الطالع والنازل عم نطلبه اذا عندنا قصور بالفيتامين د ما راح تصير مشاكل قد ما عندنا مشاكل بقصور الغده الدرقيه والوليد والاطفال كل ألف طفل بيولد في طفل عم يولد عنده قصور خلقي بالغده الدرقيه وإذا ما تصلح القصور بالأيام الأولى من حياة الوليد اللي راح علينا راح ما عاد نقدر نرجعه بصير في خلل بتكوين الجسم ياما أهل بيصيروا بيبكوا قدامنا إنه نحن ما كنا عرفانين نعم دكتور يعني اليوم هيك قدرنا شوي نضوي على بعض المواضيع والتساؤلات يلي بتخص الغده الدرقيه بدنا نتمنى السلامه لكل المشاهدين وبدنا نتشكرك دكتور زياد زوده استشاري بامراض الغدد الصم ومرض السكري شكرا كثير لك نورتنا ونهارك حلو يا رب شكرا ليا شكرا نور شكرا الاخباريه شكرا لك دكتور